السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوتي اخواتاتي في القناه ديالكم ناصر عايز فلوكس. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي بلا مونتاج غنصوره غنلوحو في يوتيوب. المهم بغيت نقول لكم سمحوا لي اخوتي بزاف ما درتش فيديو. انا كندير فيديو تنقول لكم ما درتش فيديو على داك المنتوجات اللي توصلت بهم حيت وقع واحد المشكل. كنت خدام نهار السبت نهار الجمعه وصلوني انا المنتوجات نهار الجمعه ووصلوا جا للدار دق ما لقى حتى شي واحد وعطاهم للمانجر اللي فين شنو غنقولوا لهم لوفيس ديال هاد العمارات ولا الباطيمات فين ساكن هنايا. عطى لهم المنتوجات وانا عيطت لهم عاوتاني نهار السبت عيطت لهم قلت لهم راه عندكم شي منتوجات ديالي راه بغيتهم باش ندير لهم مراجعه وتشوفوا شنو وصلني. ولكن قالوا لي ما تنخدموش السبت ما تنخدموش الحد لذلك بقيت غنتسنى حتى الغداء ان شاء الله بحول الله وان شاء الله بحول الله غادي نديرو مراجعه المنتوجات. المهم هذه هي الكاميرا اللي غادي نبقى نصور فيها فلوغات كما تتشوفوا انا خدام كما تتشوفوا ها هي الورقه اللي وصلتني. هذه الورقه اللي وصلتني تتقول لي تيقولوا لي باكج تو لارج ما داروش المنتوجات ما داروهمش في البوكس حيت بزاف ديال المنتوجات راه 6 ديال المنتوجات 5 عفوا وصلني منتوج مازال ما درتش له مراجعه كما وريتكم في الفيديو اللي فات. وصلني هذا المنتوج هذا ما بغيتش ندير له مراجعه خليه حتى يوصلوني ديك الخمسه غدا ان شاء الله بحول الله قبل ما غادي نمشي للخدمه كنشوف انا هنايا خصني نشوف هنايا قبل ما نمشي للخدمه ان شاء الله بحول الله غادي نصبح عليهم غنقول لهم راه ولي دوك المنتوجات ديالي هي الاولى وان شاء الله بحول الله ما نرجع من الخدمه غادي نديروا مراجعه نبداو بشي مراجعه شي منتوج يكون زوين وبقاو معايا باش تشوفوا المنتوجات اللي وصلوني. وغادي نعطيكم الطريقه باش تواصلوا مع هاد الشركه هادي. انا ما تواصلت معاها ما والو صيفطوا لي ميساج قالوا لي غنصيفطوا لك 6 المنتوج قالوا لي هاك اختار المنتوجات اللي بغيتي. قلت له نتوما اختاروا شي حاجه عطوني شي حاجه اللي عندكم سمحوا لي هاد الحمقى عاوتاني جات ها هي نديروا ليها الزوم خليها معنا ما نديروا بها. عطاوني قالوا لي دخل المتجر اختار اي منتوج بغيتي. دخلت اختاريت شي حاجه قليله وهما اختاروا لي انا اختاريت شي جوج منتوجات ما غاديش نقول لكم شنو هما حتى تعرفوا عليهم ان شاء الله بحول الله. هما زادوني 4 اخرين قالوا لي هاك هاد 4 المنتوجات اخرين دير لهم مراجعه. المهم ما نطولش عليكم الدراري خوتي خواتاتي البنات والدراري ماشي غير الدراري غدا ان شاء الله بحول الله غنديروا مراجعه. ها هي الوريقه غدا غادي ندي هذه الوريقه هذه نقول لهم عطوني السلعه ديالي. غدا ان شاء الله بحول الله غادي نقول لهم نصبح عليهم عطوني منتوجات ونديروا شي مراجعه ديال شي منتوج ونوريكم الطريقه كيفاش تواصلوا مع هذه الشركه باش تعطيكم منتوجات. الا كانت عندك قناه على اليوتيوب ابقى معايا دير لي لايك دير سبسكرايب الا كنتي جديد على القناه وتسنى غدا ان شاء الله بحول الله باش نعطيكم السميه ديال الشركه السميه ديال السيت وتواصلوا معهم على الله يقدروا يصيفطوا لكم انتما منتوجات على الله. المهم خوتي نقول لكم السلام عليكم وسمحوا لي بزاف ما درتش فيديو اليوم وغدا ان شاء الله بحول الله نبقاو فيديو. بيس ليكم ونشوفكم غدا ان شاء الله.